طاح الحمار رجع عليه وسطاح. يا حبيبي مين يسوي هذا كله؟ ما شوف جا واحد بموت بموت. ايوه شوف الدواعش كيف. طريق الحياه انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر واليوم جايب لكم مقطع بيد وورز مع احمد و هلا والله و خالد. هلا لا 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 الاجابة الجولد يجيب خالد احمي بس خالد لا تسوي لنا بس لا تسوي مالك عليكم دي احمد جولد بالله احمد جولد امسك والله يلا 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 طبعا واحد يروح للدايمد الثاني انا رايح فكمل يلا انا وين اروح النص اروح للنص يلا انا بروح مع عمول عشان احبه انت تورع والله بتطيحني اقسم بالله بصلح بالعب خيرك ترى بصلح يا لا متاخر بس شوي جولد حقي انا بديكم تجيبون دايما عشان نترع هذا هذا برد اروح عند احمد ناخذ تراني تيم ورك يا ورع ابي احمد جولد يا اخي اخذت الجولد كله اللي في الدبل شيست انا ايوه في جاني الاصفر يا شباب كفو كفو راح اقتله راح اقتله عطني حبة الجولد اوكي سيف ايرون بصلوح يا حيوان حط الجولد في الشيست اي واحد بس كل اعطى تي ان تي طيب بصلوح ما عندي جولد سوي ترايل شو وسخ خالد لا تسوي بيت يا خالد يرحم امك لا جرينجش شباب ود عليه عندهم ود جيبوا تي ان تي دقيقة خلنا نجيب تي ان تي يلا يلا يا عيال موري يولو ايه كفو بصلوح لا يا عيال مين مع دايموند مين مع دايموند ولا كسرت السرير نبغى اربع حبات دايموند اربع حبات دايموند اطنطني كسرت السرير يا عيال كسرت السرير بس ما قدرت اقتلهم كم تبي كم حبه بس رميت لك ثلاثة دقيقة بصلوح صوت سباساتك قادح بس لا تسوي كريتك اللي يرحم امك خلاص طيب شكرا على مجاملة يعني طيب يلا انا رحت للريد يا عيال ما عندي بك يا عيال واحد يروح للريد معايا بك لازم بك ولا حاطين ساندستون سريع ساندستون مخفى لا ما طرح كيف ترمي سيف ستون؟ هاي سيف ايرون ترى ما تخاف ربك بموت يا عيال فزع اغفر الله اي ام كومينج سون دقيقة ساندستون ولا اندستون؟ سون ولا امبولا بموت ايوه اسحب جاك بلو خاوي تحزم والله البلو داخل على الريد والجرين كلهم داخلين في بعض روح لا والله اعطيته كومبو بس ما مات من عنده اثنين دايموند كفو لا شل طيب ما طحت والله بني قياد ضرب ياب ما طحت وين كم عند بلو ولا ادري لا خبيه طاح الحمار رجع عليه وسطاح لا يا موري البلو طب فيهم ما عندي انا تصرف الكيلز 7 دايموند ارجع عد لين 10 اوكي 5 حط مويه عشان ما نحط تي ان تي يب انا عندي فكره طيب اوكي طيب سكر كيف يقدروا يحطوا مويه في بكت مويه قريب كم قفل المويه قفلها كبير قفلها قفلتها صح؟ لا ما تقفلت لسه لا هنا اجري هالموي والله مات طفيت الموي طفيتها لا يا فقي انا في المويه لا بموت طير وانا شوف شوف انا شفت بس ما قدرت جاي اعرف مكاني والله مين بالحين حط بلوكات عمول حط بلوكات حط كبير
اطلع اطلع يس خليكم شفت خليكم شفت لا يا ولد هذا مو بنت شلته 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 جد 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 خير عموري اطلع عموري عموري اطلع اطلع عموري كيف بس 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 اهدر 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 بس 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 جدي جدي فرمته اطلع مكان قاعد يشوفني ذا طاح 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 لا 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 مين ذا لتحت مين ذا لتحت ما يمديني اطلع صح لازم اطيح لا 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 انا بجي 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 خلاص كيف يا خالد يا ورع ايش قاعد تسوي غلطتكم انكم تجيبوا خالد في الجيم يا خالد سوي له طريق زي لعب مو قلتوا لي احموا يا هذا انا قاعد احمي انت ما قاعد كل زق ما حد قال لك تحمي يا ورع خالد خلاص اقسم بالله ترى بجيب تي ان تي في بيتنا خلاص عيال اخر اخر تقول علينا ترضوها تقول علينا يقول جرين يو ار باد تقول علينا تسمح لهم مين مين هم يلا يا عيال وصلت للريد تعالوا انا بروح للبلو هذا اطول جيم في كورس ابي دورز شوفوا يلا الفجرتها بس ما قدرت في كورس بدور اربعة كلهم فوق السرير دخل بالدار يا كيف تطلع كيف نطلع اذا ما احد مع بلوكات فاتكم درجة لو درجة يا المعلمية لا كثر الله خيرك صراحة شوف الدرجة مسوي شوف ترى هذا الدرج خصوص العموري ضد الامطار ضد الطيحات حتى مغطي الفوق والله ما حد يقدر يفجره اي درج بس وروني اي واحد قفل وجه عموري في بلو يمكن يجيكم في بلو يمكن يجيكم ها انا لا بروح للبلو دي دي هنا هنا بلوكه بصلح بلا بلوكه كيف اعطيك البلو نادو من خالد بس ما يقدر يسوي زيي والله حمايه يا رهيب عيال طيب خلاص انت يعني عجبتك الحمايه بجدا جدا انت عيبني بس كأنه يا عيال انا رحت للبلو فزع انا عند البلو انا عند البلو مالك مالك عليهم 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 مين يا حبيبي خالد ايش رايك ولا احمد اوكي خلاص بدل بدل لا اخر تغطيه وبدل يبي لك خمسه استكت الايرون هذه يبدأ انا حطيتها حيوان طبعا عطنا 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 والله ما تشمها والله والله راح تفيدني راح تفيدني انقلع والله لا اشتري كله بي فاير بول انت بعدين تقعد تخرب علينا في تيمنا وضدنا انا اخرب عليكم انا قاعد تيمنا وضدنا يا حبيبي مين يسوي هذا كله ما شوف جاء واحد جاء واحد بموت بموت ايوه شوف الدواعش كيف وين وين تحت 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 هذا 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 فجرت قبل ما والله شفت شوف دواعش كيف؟ كيف اقول لك لازم نحمي؟ الله يسلمك والله ترى فاير بول ما تسوي شيء يا خالد بالساند ستون ايه لا بالاند ستون اي صح عندنا اند وعندنا كل شيء فاير خالد حط كل حاجه ما قصر حط كل انواع البلوكات الا البسيده واحد يجي خالد تخيل تغطي هذه كلها ببسيده يا وينكم والله انا بروح الحين للي عندهم بلو يبغالي امر انت انا بلو يلا احمد امشي والله ابي واحد اسمع يلا امشي اوكي انا بروح تضيع يا لا 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 انا معك انا معك اه البلو البلو ترى راح راح لكم راح لكم راح لكم اوكي طبعا لو رفعنا ذا الجيم كامل يبغالي اروح بيت خالد اتسلف نتهم وارفعه كامل مستحيل ارفعه انا كرمه في اسبوع عارف بعد الاختبارات والله برا كم طويل دو هذا كثرت ابوه كثرت ابوه كفو كثير يا واد انا صار بروح لهم بروح اوف يلا دحين نروح فريق اللات لكم يا شباب روح طاح انا جيت تندر بير برا طاح واحد طاح ضيعته في واحد ثاني واحد ثاني كم باقي واحد اثنين انا عندي واحد اوكي شوف خالد بعد ما انكسر السرير اختفى خالد بخليت لاب كله فوق افش كفو اوه يا عيال 16 دايموند ايش نسوي فيها بالله خلاص ايش بقى واحد خالد خالد لين دحين جالس يبني يا عيال جبنا ايميرالد فورج في بيتنا يمكن الواحد هذا يشيله فهم كيف جبنا ايميرالد فورج في بيتنا طب هو فين هو يا عيال خلوه 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 علي بالله خلوه علي في التيم اللي خلوه 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 علي خلوه علي
خلوا علي قاعد يمشي طاح بالعالم. اما طاح والله كنت بفجره بالهذا. جي 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 مسكين ما لمسته لو لمسته يطيح. اوكي عندي ما عندي مشكله. المهم هنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا اللايك وفيفرت سبسكرايب. القناة اللي معي في الديسكريبشن. اشوفكم خير. السلام عليكم.